رد قوي من غيث مروان إلى موفلوكس، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام اليوتيوبر غيث مروان بالدخول إلى عالم فيديوهات التحديات، والصراحة غيث مروان يبدع في هذا المجال، وأغلب المتابعين يفضلون مشاهدة هذا النوع من الفيديوهات، حيث تلقى هذا الفيديو إعجاب كل متابعين غيث مروان، والفيديو بصفة عامة هو إبداع. وأيضا الكل صار يعرف أن موفلوكس بعيد ميلاد شيرين بيوتي انتشر له مقطع مع طفل صغير اسمه غيث، ومو لم يعجبه اسم غيث فقام بتغيير اسم الطفل، ويمكن أن تكون هذه فقط حركة عفوية من موفلوكس، لكن متابعين غيث مروان لم يعجبهم هذا الامر. انا محمد ما غير اسمي، ما عجبه غيث محمد خلاص. لا انا لا لا لا. ويبدو ان هذه المساله ازعجت ايضا اليوتيوبر غيث مروان، وفي هذا الفيديو لاحظ كل المتابعين قصف اليوتيوبر غيث مروان لموفلوكس. وصل على السياره مثل ما انتم شايفين، الفيرار الحمراء. انتم حتتوقعوا انه حد يربح سياره مثل ما بيحطوا بالعناوين اليوتيوبرز، بس ما حدا حيربح شيء. جايين فور فان. ليتس جو. تعال تعال، مين بيعمل هيك؟ ليش؟ ليتس جو. مجنون والله. حيث انهالت عليه تعليقات مثل قصدك موفلوكس بالعناوين الغير صحيحه، انت ليش غيران منه؟ اذا ما بتعمل مثله ما في داعي تذكرنا بكل فيديو. ايضا هناك تعليق اخر على هذا الموضوع، قصف جبهه موفلوكس. وهناك من اعجب برد اليوتيوبر غيث مروان، حيث علق على الفيديو ننبسط لما 13 حدا متخانق معه، انت احسن حدا باليوتيوبر بيعمل مشاكل. فشو رايكم انتم بخصوص هذا الخلاف بين اليوتيوبر غيث مروان و موفلوكس؟ وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كتير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، في الجرس، حطوا لي لايك حلو مشكم، شوفكم بالفيديو الجاي.